بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر مصطفى، ودوت أول فيديو إن شاء الله عندنا في القناة بتاعتنا. وزي ما قلتلكو إن إحنا عندنا هنتكلم على البيزكس أوف إنجليش، أساسيات اللغة الإنجليزية، وده السيستم اللي إحنا هنمشي عليه الفترة اللي جاية إن شاء الله. لو بصينا مع بعض هنلاقي عندنا 5 ستيبس، 5 خطوات. ذا فيرست ستيب، أول خطوة عندنا pronunciation of the letters. pronunciation of the letters يعني نطق الحروف. number 2 short and long vowels، الحروف المتحركة القصيرة والطويلة. number 3 blendings or combinations، اللي هي الحروف المشتركة زي ال sh زي ال ch زي ال th زي ال kh. number 4 أو the fourth step، الخطوة الرابعة basics of grammar، أساسيات القواعد بتاعتنا اللي احنا عن طريقها بنقدر نكتب sentence، جملة. make a question، نصنع سؤال. the last step، آخر خطوة عندنا reading short stories، قراءة القصص القصيرة. وديت مهمة جدا عندنا لأن هي ديت اللي بتعلمني القراءة بعد كده، وإزاي إن احنا نقدر نقرأ بصورة سلسة. بعد ما عرفنا السيستم اللي احنا هنمشي عليه إن شاء الله، هنبص في البيج اللي قدامنا دلوقتي. عندي الانجليش ليترز اللي حروف اللغة الانجليزية، عندنا 26 ليترز 26 حرف. 26 حرف divide into، بينقسموا الى 21 consonant 21 حرف ساكن، 5 vowels 5 حروف متحركين. عندنا الحروف المتحركة اللي قدامنا دلوقتي اللي هما الفايف، الاي 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 الاو اليو. وبالنسبة للحروف المتحركة ديت احنا نقدر نعلمها للأطفال بتوعنا بطريقة سهلة، لإما عن طريق البينتينج اللي هو الرسم زي الرسم اللي قدامنا دلوقتي على شكل الفيس. لو بصينا فيها هنلاقي الأو اللي هي الدايرة بتاعت الفيس بتاعت الوش، هنلاقي عندنا الأي اللي هي الأيز العيون، عندنا الأي اللي هي النوز، عندنا اليو اللي هو الماوث الفم، عندنا الإي اللي هي الإيرز الأذن. دي الطريقة. وفي أغنية تانية بتقول، وطبعا كلنا عارفينها، الاي ضربت اي قالت اي او يو، الاي ضربت اي قالت اي او يو. وفي طريقه ثالثه بتقول لنا اي 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 او يو هابي بيرثدي تو يو، اي 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 او يو هابي بيرثدي تو يو. نشوف الطريقه الاسهل بالنسبه للطفل بتاعنا ونبتدي نوصلها له. لو احنا بصينا عندنا الليترز اللي هم 26 هنقولهم كده مع بعض، A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z. وده بالنسبة لل 26 letters اللي عندنا، 26 حرف اللي عندنا. كل مرة زي ما اتفقنا هناخد جزء من ال letters بتاعتنا. لو بصينا قدامنا دلوقتي في number 1 pronunciation of the letters، النطق بتاع الحروف، هناخد حرفين النهاردة اللي هما ال A وال B. أول حرف هنبتدي نتعامل معاه حرف ال A، ولازم نتعلم إن احنا عندنا حرف ال A ده بننطقه بطريقتين، لإما A لإما A. 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 اول ما اسمع الصوت الا يبقى ده شورت. فور اكزامبل، على سبيل المثال زي ما هو مكتوب قدامنا، كلمه انت كلمه باج، ا انت با باج. اللونج اي زي كلمه بيك بيك، زي كلمه ميد ميد. بعد ما عرفنا الشورت اي واللونج اي، هنبتدي نعرف ان في قاعده بتقول لنا ان حرف الاي لو جه بعديه يو، جه بعديه دبليو، جه بعديه ال، في الحاله ديت احنا بننطقه او. فور اكزامبل زي كلمه اوغست اوغست، ريستورانت ريستورانت، اي دبليو اوفول اوفول، زي كلمه درو درو، اي ال زي كلمه توك توك، بول بول، تول تول. ونلاحظ ان احنا في النطق بتاع الثلاث كلمات
توك بول طول. ال اللي بعد الاي على طول كانت سايلنت ونطقنا الاي او. ده بالنسبه لاول حرف هيقابلنا اللي هو حرف الاي. ذا سكند ليتر تاني حرف حرف البي ننطقه ازاي؟ ب ب ب زي كلمه باج باج بي بي بيرد بيرد بود بود بس بس. وفي بعض الكومبينيشنز اللي هي الحروف المشتركه زي البي ار برا 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 برادر برادر بريد بريد برايد برايد. زي البي ال هتقابلنا برضو بلاوز بلاوز بلو بلو بلاك بلاك. ودول كان اول حرفين عندنا حرف الاي وحرف البي. بعد كده ناخد اكزامبلز على الشورت ايه ودوت هيساعد الطفل بتاعنا ان احنا نقرا الاي ازاي. زي الاكزامبل اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي لوك اند ريد انظر واقرا. ا انت با باج ها هات ما ماب كا كات با بان با باد دا داد تا تاج فا فان ما مان با بات سا ساد فا فات جا جام لا لاب را رات كا كان. هنلاحظ ان احنا في الوردز دي كلها في الكلمات دي كلها نطقنا الشورت ايه نطقنا ازاي؟ ا ا. زي نمبر 2 بيقول لي تراي تراي تو ريد حاول ان انت تقرا. ا اب ا اد ا اج ا ات ا ان ا اند ا از. هنلاحظ بعد كده الكومبينيشنز اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي ودوت هيسهل الطفل كويس جدا ان هو يقدر يقرا الكلمات. فاحنا بنبتدي في الاساسيات بتاعتنا ان احنا نقرا له كلمات ذات مقطع قصير بتتقري على مره واحده. زي عندنا قدامنا دلوقتي الاي والتي بننطقها ازاي؟ ا ات ك كات هات مات بات. زي الاي والبي تاب كاب ماب لاب. زي الاي والدي داد باد ماد ساد. زي الاي والان بان كان فان مان. ودي كلها شورت قصير شورت ايه وبتدربنا في نفس الوقت ان احنا نعلم الطفل بتاعنا ازاي يقرا الكلمه القصيره. ودوت طبعا هيساعدنا قدام لما يكون عندنا لونج وورد كلمه طويله نقدر ان احنا نتعامل معها ازاي. ودوت طبعا خطوة خطوة مع بعض هنبتدي نتعلمه. واللي قدامنا دوت عبارة عن اكسرسايز تدريب نقدر عن طريقه نتأكد اذا كان الطفل بتاعنا قدر توصل له المعلومة ولا لا. زي نمبر 4 سبلاي اند ريد. سبلاي اند ريد اكمل واقرأ. زي ما احنا شايفين الكلمات هنشوف الشورت ايه وهنكمل بيه ويبتدي الطفل بتاعنا يقرأ الكلمة. نمبر 5 لوك اند رايت انظر واكتب هيبتدي يكتب معاني الكلمات اللي هو عارفها. عندنا بعد كده نمبر 6 ذا اود وان اوت الكلمه المختلفه. عندنا كل نقطه فيها 3 ووردز 3 كلمات هنبتدي نشوف المقطع اللي بيتقري بطريقه مختلفه ونحط عليه سيركل. فور اكزامبل على سبيل المثال زي نمبر 1 كاب هات رن. طبعا هنلاحظ ان احنا عندنا كاب هات الاثنين شورت ايه لكن رن شورت يو. يبقى عندنا هنا كلمة رن هي الكلمة المختلفة بتاعتنا. ده عبارة عن اكسرسايز بيدرب الطفل بتاعنا على الشورت ايه. وطبعا الاكسرسايز من غيره مش هنقدر نثبت المعلومة للطفل. عندنا اخر نقطة زي ما قلنا قبل كده مع بعض ديت بداية الجرامر بتاعنا لان احنا اتفقنا ان احنا ناخد بيزكس اوف جرامر قواعد الجرامر. اول حاجة عندنا النهاردة البروناونز اللي هي الضمائر. وذا فيرست بروناون اول ضمير هيقابلنا اي 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 يعني انا. هنلاقي مكتوب جنبيها تو توك اباوت يو ماي سيلف تو توك اباوت ماي سيلف لكي اتحدث عن نفسي. يبقى محتاج ان انا اتكلم عن نفسي في اي وقت
هبتدي استخدم كلمة I، وI بيجي معاها verbs كتير، أفعال كتيرة، وده طبعا هنتعلمه خطوة خطوة مع بعض لما نيجي ناخد basics of grammar. بس دي حاجة هنبتدي بيها مع الطفل بتاعنا، زي I am لما اجي اتكلم عن نفسي، I am مثلا احمد، I am 13 years old، انا عن 13 سنة. I can sing، انا بقدر اغني. I can jump، انا بقدر انط. I play football، انا بلعب كرة قدم. I don't eat much chocolate، انا ما باكلش شوكولاتة كتير. فالحاجات دي طبعا هنتعلمها خطوة خطوة، step by step، مع بعضينا في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. بس زي ما اتفقنا ان احنا بنمشي step by step، هنبتدي بالليترز الاول، ازاي ننطق الليترز بتاعتنا، ازاي ننطق الشورت ووردز كلمات القصيرة، وده كله طبعا هيبقى اساسيات عند الطفل بتاعنا، واساسيات عند ولي الامر طبعا، هتساعده في القراءة مع الطفل، في مراجعة الهوم وورك بتاعه في البيت، وده كله هنمشي خطوة خطوة مع بعض. وده ان شاء الله كان اول فيديو عندنا، وان شاء الله استنى الكومنتس بتاعتكو، الاستفسارات بتاعتكو تحت الفيديو، وان شاء الله نكمل مع بعض الفيديوهات اللي جاية. تابعونا على القناة بتاعتنا، وان شاء الله الفايدة تعم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.